فإن كابرتم وقلتم بأن مع ذلك جئنا بأحدوثة أو جئنا ببدعة فإليكم هذه الهدية. أتمنى الآن واحد من مخالفينا يأتي ويصر على كلامه، يقول لا، هذا تأكيدكم على هذه الشهادات بهذه الألفاظ التي ما عرفت في زمان النبوة، في زمان حياة نبينا صلى الله عليه وآله، هو بدعة. نقول اثبت على كلامك، لأنه سيلزمك من هذا تبديع أبي بكر وعمر. ايش رأيك؟ قادر عليها أنت أم لا؟ إليكم هذه الهدية، بس بعد ما نشرب شوية من هذا الشرب. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا تعذبهم. هناكم الله في الدنيا والآخرة. الحمد لله. مصنف عبد الرزاق، رقم الحديث 21759. أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان أبو بكر وعمر يأخذان على من دخل في الإسلام فيقولان تؤمن بالله لا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة التي افترض الله عليك لوقتها فإن في تفريطها الهلكة وتؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه أهم نقطة، وتسمع وتطيع لمن ولى الله الأمر. هذه كانت شهادة الإسلام عند أبي بكر وعمر، لما يأتيهم شخص يريد أن يدخل في الإسلام يقول له اشهد بهذا. أول ملاحظة لن أتوقف عندها كثيرا، وهي ملاحظة أين محمد صلى الله عليه وآله من هذه الشهادة التي كانا يلقنانها الناس. لاحظتم الشهادة بالنبوة محذوفة؟ قالا تؤمن بالله لا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة، وبعدين راحوا لباقي الأمور. أين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله؟ لن أتوقف هنا كثيرا، ولكن مجرد إشارة سريعة لما فصلته في محاضرات وسلاسل بحثية كثيرة على مدى هذه السنوات، أن أبا بكر وعمر هذان الخبيثان كانا بالفعل يسترخصان أمر النبوة ولا يريانها شيئا، كانا يعتبران محمدا صلى الله عليه وآله بمثابة فقط ساعي بريد يوصل الأمر من الله، يخطئ ويصيب، نحن نصحح له أحيانا، عمر يأتي يقول له ما بالك أنت مثلا فعلت كذا افعل كذا، لما نعطي الدنية من ديننا في قضية الحديبية مثلا، يرد على النبي صلى الله عليه وآله في رزية الخميس بعد واضحة هذه، أنه كيف يرى نفسه في مقام أنه هو الذي يعلم النبي ويصحح له يعني تصرفاته غير الحكيمة والعياذ بالله. والمصيبة أن أمثال الخطابي وغيره من علماء الفرقة البكرية الخبيثة أيضا جاءوا في شروحاتهم لأحاديث رزية الخميس، ما شرحته لكم في السنة الماضية في الليالي الرمضانية، لما صححوا فعلة عمر وخطأوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في رزية الخميس. فإذا ما كان يستهدفان ماذا؟ أنه تعالوا إحنا أصلا نلغي النبوة، مو فقط نلغي الإمامة، النبوة تلغى وإنما تصبح قضية اسمية شرفية، المهم الإيمان بالله فقط. طبعا أي إله؟ الإله الإسرائيلي في هذه الحالة يكون، لأنهما متأثران بالثقافة اليهودية، كثيرا متأثران بالثقافة اليهودية.
كما شرحناه أيضا في الليالي الرمضانية قبل سنوات بعنوان الشيعة في مواجهة تهويد وتحريف الدين الإسلامي. فأنا لن أتوقف كثيرا عند هذه النقطة، وهي حذف الإيمان بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأن هذا ترى ما يفسر أن لماذا وقعت كل تلك الجسارات على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عبر مر التاريخ الإسلامي. مع الأسف حتى اتهم نبينا صلى الله عليه وآله بأنه مختل العقل، أراد الانتحار 3 مرات عياذا بالله. هذه فتح بابها هذان الخبيثان الفاجران أبو بكر وعمر. لن أتوقف عند هذا كثيرا، أنا أقول فقط ماذا تفعل أيها المخالف بقولهما وتلقينهما لمن دخل الإسلام هذا الأمر، وهو وتسمع وتطيع لمن ولى الله الأمر. أكانت هذه الزيادة مما يلقن به النبي صلى الله عليه وآله من أراد الدخول في الإسلام هذا اللفظ، أم كان يكتفي فقط يقول قل لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانتهى خلص؟ يمكن أن يبين له أن تصوم رمضان، شهر رمضان، أن ما أدري تحج البيت، تصلي طبعا، هذه الأمور. أما هذا التوكيد على وتسمع وتطيع لمن ولى الله الأمر، ويعتبر ذلك مقوما للإيمان وكأنه ركن من أركان الدين ولا بد من الإيمان به والالتزام به وتلقين من يدخل الإسلام به، هذا اللفظ بهذا الشكل بهذا التوكيد لم يكن في زمان محمد صلى الله عليه وآله. إذن فإذا قلت إن هذه الألفاظ التي نحن جئنا بها هي بدعة أو أحدوثة لأنها ما كانت بعين هذه الألفاظ في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وما كان هكذا يلقن الناس الذين أرادوا الدخول في الإسلام، يلزمك أيضا أن تبدع أبا بكر وعمر. هنيئا لك، صرت رافضيا بالنتيجة. هو الرافضي شنو يقول؟ يقول أبو بكر وعمر مبتدعان. الحمد لله اتفقنا. وإن لم تقل وقلت لا، هذه لا تعد زيادة من أبي بكر وعمر، هذه من المقومات للدين، هذه من التي فيها تشديد على الناس حتى لا يخالفوا أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم مثلا، وفي ذلك صلاح العباد والبلاد، فنقول ونحن كذلك. فها قد اتفقنا أيضا، فالحمد لله، يعني صارت المصالحة فيما بيننا وبينكم في كل الأحوال. وين ما تجي نعرف لك إحنا، وين ما تروح. طبعا لماذا كان أبو بكر وعمر يصران على هذه الكلمة؟ للمصلحة السياسية، يريدان الطاعة العمياء. يأتيهم شخص هو وقبيله مثلا يريدون الإسلام، كانا يلقنانهم هذه الشهادات، ومن آخرها شنو؟ وتسمع وتطيع لمن ولى الله الأمر، يعني أنا تسمع وتطيع، اللي هو في الحقيقة الإمامة. وهذا أول أكذوبة جاء بها، أنه لمن ولى الله الأمر. متى ولى الله أبا بكر؟ وانتوا تقولون اللي ولاه من؟ أهل السقيفة ولوا، الله ما ولاه. عمر من الذي ولاه؟ أبو بكر ولاه، ليس الله هو الذي ولاه. لكن التفسير هنا تفسير جبري يكون، وهو ماذا؟ أنه من تولى الأمر ولو بتولية الناس فهذا إمضاء لقضاء الله، فإذا الله هو الذي ولاه، الجبرية. على الأقل نحن نقول بأن عليا ولاه الله جل وعلا، الحسن ولاه الله، الحسين ولاه الله، الأئمة عليهم السلام ولاهم الله عز وجل علينا.
هذا يكفي للرد على إشكال أن الشهادة التي تلقنون بها المسلمين الداخلين في التشيع أو المصححين لإسلامهم أو المستنين من الآن فصاعدا بسنة النبي وآله عليهم الصلاة والسلام هذه بدعة، نقول ليست ببدعة ولا بزيادة، هذه تصحيحات، وإلا يلزمكم أن تقولوا أبو بكر وعمر رأسا البدعة وأصلها.